قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع تلفزيون صغير وبيكون جواه لقاء صحفي بين مذيعة مشهورة وواحدة هربت من مسبحة حصلت السنة اللي فاتت، وهنا بنشوف إن شكلها بيكون مرعب جدا، وبنلاحظ إن حد بيكون واقف قدام الشاشة. بتعرف المذيعة إن هي مش عارفة تعيش من بعد الحادثة اللي حصلت واللي كانت السبب في إن شكلها يتحول، والمذيعة هنا بتعرفها إن جثة المهرج اللي عمل المسبحة بتكون اختفت من المشرحة ومش عارفين هي فين دلوقتي، بس بتعرفها إن هي شافت الجثة بنفسها ومتأكدة إن هو مات فعلا قدامها. بعدها بيكون الواقف بيتفرج على اللقاء ده بيكسر التلفزيون لأنه بيكون متعصب، وبيجهز نفسه عشان يخرج يعمل مسبحة جديدة وبياخد الأسلحة بتاعته. وبعد لما بيخلص اللقاء المذيعة بتروح عشان تتكلم مع جوزها في الموبايل، بتعرفه ان هي كانت فعلا خايفة من البنت اللي قاعدة معاها لان كان شكلها مرعب جدا، وبعدين بتنهي المكالمة. وهنا بتلاحظ ان في صوت بيكون جاي من الاستوديو خصوصا من الدولاب اللي قدامها، لكن بتظهر البنت تاني في وشها وبتقرر ان هي تفقع عينيها لحد لما بتموتها. بنعرف ان هي مريضة نفسيا وبتفضل تضحك بشكل مرعب جدا بعد لما خلصت على المذيعة. وهنا بنرجع قبل الحادثة بسنة، وده عشان نعرف اللي حصل بالظبط. بيبدأ الموضوع مع اتنين بيكونوا صحاب وماشيين في الشارع لوحدهم، واحدة بيكون اسمها طارة بتقابل صاحبتها دون واللي بتكون سكرانة، بتحاول ان هي تفوقها وتمشي معاها، وفي الاخر بيقرروا ان هم يروحوا على مطعم. والناحية التانية بيكون في مهرج واقف وشايفهم من بعيد، بيكون شكله مخيف جدا بالنسبة لهم، وطارة بتكون قلقانة منه، لكن دونا بتفضل تتريق عليه وبتعرفه ان صاحبتها عاوزة رقمه. وبعد شوية بيختفي من قدامهم والاتنين اصلا مش بيركزوا معاه. بعدين بيدخلوا على مطعم بيتزا، وهنا المهرج بيوصل تاني وبيقعد قدامهم، بتفضل تقلب في الموبايل شوية لكنه في الاخر بيفصل منها. ودونا بتقوم عشان تتكلم مع المهرج، والواضح ان هو كانش بيتكلم خالص، بتفضل تتصور معاه وبتقعد على رجله وبرضه بيفضل هادي. بيحاول صاحب المطعم يعرف منه هو عاوز ياكل ايه لكنه برضه مش بيرد عليه. بعدها بيقوم المهرج عشان ياخد فلوس كانت على الترابيزة، وبيطلع خاتم من خزنة الألعاب. بعدها بيروح عشان يحط الخاتم في ايد طارة، لكن صاحب المطعم بيكون فاكره مجنون وعشان كده بيطرده من المطعم. وبعد لما بيخلصوا الأكل بتاعهم بيرجعوا تاني على العربية، وطارة بترمي الخاتم بتاع المهرج لحد لما بيشوف ان عجلة العربية بتكون نامت وبيفضلوا جنبها. وهنا طارة بتكلم اختها بيكي عشان تيجي وتوصلهم، لكن بنعرف ان هي عندها امتحان تاني يوم وبتذاكر عشانه. بس بعد شوية بتوصل صاحبتها مع واحد، فبتقرر ان هي تسيبهم وبتروح عشان تشوف اختها، بتاخد منها العنوان وبتفضل طارة مع دونا مستنيينها في العربية. بيفضلوا يتكلموا عن المهرج اللي شافوه وان هم شاكين ان هو يكون مختل عقليا او مريض نفسي. وفي المطعم الراجل بيحاول يقفل بدري وبيفضل يندى على مارك المساعد بتاعه لكنه مش بيرد عليه، بس هنا بيتصدم لما بيشوف راسه مقطوعة وبتطلع نار من كل حتة قدامه. بيحاول يخرج من المطعم بسرعة او يتصل بالشرطة لكنه مش بيلحق يعمل كده، وعشان المهرج بيكون رجع ليه وبيقطع ليه قبل ما يتصل. بعدين بيخلص عليه وبيفضل يقطع في جسمه 100 حتة. وهنا طارة بتعرف صاحبتها ان هي عاوز تدخل الحمام لحد لما اختها توصل، فبيشوفه عامل بيخرج قدام المخزن، ودونا بتعرفها ان هي ممكن تدخل هناك لحد لما توصل اختها. بتروح طارة عشان تطلب منه الحمام لكنه بيرفض في الاول، وبعدين بيدخلها على جوه. بيكون المخزن شكله مريب جدا والحمام اسوأ حاجة ممكن تدخلها. وفي الراديو دونا بتسمع ان في حالة قتل حصلت في المطعم اللي كانوا فيه، والمشتبه بيكون فيه واحد لابس لبس مهرج ومعاك الزبالة. بتبدأ دونا تفوق وتعرف ان ده نفس المهرج اللي كانت بتتصور معاه، وبتخاف اكتر على طارة. بتوصل الشرطة على المطعم لكن المهرج بيكون قاعد جنبها وبيفضل يهجم عليها، لكن للأسف العامل بيكون مشغل اغاني ومش سامع صوت دونا وهي بتصرخ. بيفضل يلف في المخزن بتاعه وما يعرفش ان في مصيبة بتحصل برا. وهنا طارة بتحاول ترجع تاني على الباب لكنها بتوه في المكان، وبتشوف ست غريبة بتيجي من وراها وبتسألها لو هتأجر المخزن ولا لأ. بتوريها بنتها لارا واللي بتلاحظ ان هي اصلا عروسة بلاستيك وبتفتكر هنا ان هي مجنونة، فبتحاول ان هي تخرج من المكان المريب ده لحد لما بتشوف المهرج قدامها والهدوم كلها مليانة دم. بتجري بسرعة تاني على المخزن وبتستخبى بين العربيات، والمهرج بيوصلها في الاخر. بيفضل يعتدي عليها لكن طارة بتقدر ان هي تضربه بالمشرب بتاعه، وبتقوم تاني عشان تجري منه. بتستخبى عشان تخلص عليه بالحديدة اللي كانت معاها، وفي الطريق بيك بتسمع عن اخبار القتل اللي بتحصل واللي بتكون في نفس المكان اللي فيه اختها طارة. وهنا بتحاول ان هي تهرب من المهرج، ومايك مش بيسمع صوت صريخها بسبب السماعة اللي حاططها، لحد لما بيرجع تاني عليها وبيديها مخدر عشان يختفى من غير دوشة. بعد شوية بتفوق تاني والمهرج بيكون معاه كل الأسلحة اللي ممكن يخلص عليها بكل سهولة. بتحاول هنا ان هي تفك نفسها لكن بيكون المهرج رابطها من كل حتة على الكرسي،
وهنا بيرفع الستارة اللي قدامها وبيوريها صاحبتها دونا هي متعلقة وبتكون عريانة. بتحاول طارق ان هي تصرخ عشان حد يلحقهم لكنها مش بتعرف، والمهرج بيفضل يقطع في صاحبتها لحد لما بيقسمها نصين، بس بتقدر طارق ان هي تفك نفسها في الاخر وبتفضل تضرب فيه وبعدين بتهرب منه، ولما بتضربه للمرة التانية بيفضل يمثل قدامها ان هو مش قادر وبيقع على الارض. بعد شوية بيطلع المسدس وبيضربها في رجليها وبطنها، والست المجنونة بتكون سامعة كل حاجة وبتحاول تهدي بنتها البلاستيك. وقبل ما المهرج يديها الطلقة الأخيرة بيكون المسدس خلص منه، فبيروح عشان يجيب خزنة جديدة. وهنا بيكي بتكون وصلت على المكان وبتشوف ان العربية بتكون فاضية، بتفضل ترن على أختها، لكن المهرج بيبعت لها رسالة ان هو مستنيها في المخزن، بيخليها تدخل من الباب الخلفي وده عشان يخلص عليها هي كمان. وطارة بيقتلها بآخر رصاصة كانت معاه، والست المجنونة بتجري من المكان بسرعة. بتعرف مايك ان في ناس بتموت في المخزن، بس بيكون عارف ان هي مجنونة وعشان كده بيمشيها ومش بياخد على كلامها. وبعد شوية بيجي المهرج من وراه وبيضربه بالشاكوش في دماغه وبيكسر الموبايل بتاعه. بترجع الست عشان تاخد بنتها العروسة لكنها مش بتلاقيها في السرير بتاعها، فبتفضل تتكلم مع المهرج بالراحة وده عشان تاخد منه الطفلة بتاعتها. وصاحب مايك بيفضل يرن عليه لان الباب بيكون مقفول ومحدش بيفتح له. وهنا لما بتدخل بيكي عشان تشوف اختها بتفضل ترن عليها وبتسمع صوت الموبايل، وبتشوف دونا بيكون مقسومة قدامها وبتحاول تجري من المخزن بسرعة. وبعد شوية بتسمع صوت بنت بتصرخ وبتكون فاكرة ان هي دي طارق اختها، لكنها بتكون الست المجنونة، والمهرج بيكون قطع جسمها كله. بتحاول تخرج من الشباك لكنه بيكون مقفول، وهنا صاحب مايك بيفتكر مكان المفتاح الاحتياطي وبيدخل على المخزن وبيشوف الدم في كل حتة لحد لما بيجي المهرج من وراه وبيخلص عليه هو كمان بسرعة. وبعد شوية بيهجم على بيكي وبيفضل يخنق فيها بكيس بلاستيك، لكنها بتقدر ان هي تهرب منه وبتضرب مسمار في رجليه. وبعد شوية بتشوف اختها قدامها ومحطوطة على الكرسي. بيرجع تاني المهرج عليها وبيفضل يضربها بالحديد في جسمها، لكن في الوقت ده مايك بيفوق تاني وبيقدر ان هو يحررها من المهرج. وهنا بيتصل بالشرطة عشان يلحقوهم وبيعرفهم ان في مهرج عمال يقتل في كل الناس، وان هو هيستخبى في مكان سري في المخزن لحد لما الشرطة توصل. بيرجع عشان يدور في المخزن على مفتاح الباب لحد لما مهرج بيرجع تاني عليهم. بيفضل هنا يهجم عليه لحد لما بيموته، وبيكي بتقدر ان هي تكسر القفل بالحديد. بتحاول ان هي تهرب من المهرج لكنه بيرجع تاني وبيخبطها بالعربية. بينزل من العربية وبياكل في وشها بكل هدوء لحد لما الشرطة بتوصل ليه، وقبل ما يسلم نفسه بينتحر تاني قدامهم. وهنا بينقل جثة مايك والمهرج على مشرحة، وده عشان يعرضوه على الطب الشرعي. اول لما بيفك جثة المهرج النول بيفضل يروح ويجي في المكان، ولما بيرجع تاني ويثبت بيكون صاحي المرة دي، وبنعرف ان بيكي بتكون لسه عايشة، لكن للأسف في وشها كله بيكون اتشوه بعد عمليات التجميل الكتير. بتكون هي البنت اللي عملت اللقاء مع الصحفية في اول الفيلم وخلصت عليها. بنعرف ان هي هتكمل مسيرة المهرج لان الناس بقت تخاف منها ومحدش بقى يحبها. وبيخلص الجزء الاول لحد هنا، فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.